اختصاصها والمستعمر وفاء التزاماته. عندي هذا الشيء بالأقرب يعني تقرير ديال مجموعة العامة الفريق الوطني تقرير عام 2018 94 دولة اللي نفذت مهمة جدا 94 دولة الأمم المتحدة يعني أكثر من الثلثين نفذوا وعلاش نفذوا؟ كيشوف واخا يعني هذه الثقة تاع كيكون حارس اللي هي خطيرة هذاك الشخص بحد ذاته كيكون من الناحية السياسية إما مصير اللي يروح للنظام السياسي إلى آخره حتى ما وصلش لدرجة صحافي عادي جدا وكخصنا نعطي ديك القياس خاصنا نتعامل ايجابيا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى واحد ماشي جوج والمفهوم الدولي التعامل الايجابي وتنفيذ الرقم. هذا هو التعامل الايجابي.